نحن هنا على متن حاملة الطائرات ايزنهاور التي تعد واحدة من أكبر حاملات الطائرات في العالم. في هانجر بيز أو المكان الذي يتم فيه إعداد الطائرات الحربية كما نشاهد خلفي للإقلاع وضرب مواقع الحوثيين في هذه المنطقة بين خليج عدن ومضيق باب المندب. الذي نشاهده هنا بعض الصواريخ كهذا الصاروخ الذي نشاهد خلفي يتم إعداده لكي يكون جاهزاً للتحليل على متن الطائرة الحربية التي نشاهد خلفي. وبعد ذلك طبعاً هناك أتخم عدة من الميكانيكيين وغيرهم يقومون بالتأكد من أن كل شيء على متن الطائرات الحربية على ما يرام. تعمل الطواقم على متن هذه الباكرة لمدة 18 ساعة أو 16 ساعة تحديداً يومياً.